متوجهة بإذن الله الواحد الأحد للبرك نحضر حراج السمك. هذا إحنا في العقبة عقب الضلع. هذا الحراج كما أنتم شايفين 50 70 انا نور القحطاني، اشتغلت في الشغله هذه من قبل تقريبا 6 سنوات. كان شغلي اساسا اسر منتجه، حاطات وشوي كباب والاشياء هذه، ثم اختصرت الموضوع على خبزه التنور الحطب. جلست على الشغله هذه تقريبا من 2 سنين، الان من شهرين شهر ونص تقريبا، ما كمل شهرين، اتجهت للسمك لان سوق السمك طلبه كبير عندنا في المنطقه، بالذات سمك التنور. سمك الميفا مو موجود اصلا في المنطقه، فحبيت اني اتميز بالشيء هذا. قلت انا يبدا يومي من الساعه 4 العصر لحد الساعه 11 شغلي هنا. من بعدها لان عندي سمك طازج ما اقدر اتركه لليوم الثاني لانه يخرب في التنور، ما اقدر اشتغل اليوم الثاني في التنور. انزل من الساعه 3 الفجر للبرك، اصل هناك قبل الصلاه، قبل صلاه الفجر، وندخل الحراج. انا يمكن السيده الوحيده في حراج ما شاء الله تبارك الله، مليان رجال من كل الجنسيات، فلبينيين، مصارية، سعوديين من اهل المنطقه، من ابها، من الخميس، الكل يعرفون الحمد لله. ووقف على قولتهم موقف رجال هناك، اخذ غرضي الحمد لله رب العالمين، وغرض كثير من زبائن يطلبون طلبيات معينه اوفرها لهم. واطلع على هنا اروح لبيتي 3 ساعات تقريبا، وبعدين انزل زبائني، بحيث انه يكون طازج بنفس اليوم. انا خريجه جامعه الملك خالد من عام 1439، ما حالفنا الحرب وتوقفت حكومي، اشتغلت قطاع خاص في كذا شركه، بس الحمد لله رب العالمين ما لقيت انه الدخل هذاك اللي يساعدني على تاسيس بيتي وبناتي وجامعات ومتخصصاتهم الجامعيه الكويسه، طب طواري، تمريض، كانت كتبهم بالنسبه لي شيء معجز. الكتاب كان 750 800 البحوث والاشياء هذه مكلفه، وانا راتبي على القد يعني في القطاع الخاص، فانتهجت المنهج هذا والحمد لله رب العالمين. كنت احاول لقرض الاسره او كنف عشان تفتح لي محل صغير يساعدني على يدعمني، ولكن للاسف شروطهم تعجيزيه جدا. فقررت اني انزل للبرك والعمد كمنطقه قريبه من ابها. نزلت هناك لقيت انه الحراج يمتلكون ما شاء الله تبارك الله كم كبير من الرجال، يعتبرون هوامير في المنطقه صراحه، سواء ابها، الخميس، البرك، جازان، كل مكان. يمكن انا المراه الوحيده اللي كنت موجوده هناك. من الصعوبات اللي واجهتها المزايده في السعر، كنت انا المرأة الوحيدة، كان صعب اني ازايد على رجال او انهم يسمحوا لي حتى اني اخذ شيء كويس، يعني خلي هذا الحاجه اللي مو كويسه للادبيه هذه. فالحمد لله رب العالمين قدرت باصراري اني اثبت وجودي معاهم واني اخذ الافضل واني اكون من الافضل، الحمد لله رب العالمين. كان عندي موقف مع واحد من المزايدين، الكمية ما كانت توصل 100 ريال، ولكن حبا لانه يمتلك الشيء هذا واني ما اخذه وصلته لل 600 ريال، وبعدين وقفت واخذه بالسعر هذا. انا اشكر امانه، انا اشكر الموقف هذا اللي خلاني اثبت نفسي بينه. هذا من المواقف اللي خلى الكل يحترمني واولادي، قادره انها تاخذ اللقمه اللي هي تبغاها، والحمد لله رب العالمين. كسبت احترام الكل هنا، صاروا من يوم يشوفوني الحمد لله رب العالمين ادخل باحترامي وباحترامهم، هي اخذ الغرض اللي ابغاه. مجال للرجال للامانه، انه مجال رجال وهوامير زي ما قلت لك. انا ماني هاموره، انا متوبه صغيره بالنسبه لهم، لكن قدرت اني اخذ اللي انا ابغاه. ملحه بحر
خمس دقائق. أهم شيء فيها البابريكا الحلوة، تعطي نكهة طيبة. ننزلها في التنين، نغطيها، خلاص جاهز. هذا نقدم الزبون. الله يعافيك ان شاء الله.